الو بنيتي حنان كديرة توحشتك ابنيتي مالكي ما تجاوبيني غير عليا نسمع غير صوتك علاش تسمعي صوتي ياك بعدتيني عليك ابنيتي جي جي غنشوفك ماما غادي نجي ولكن غالبا غادي نجي في الصندوق حنان حنان الو الو السلام عليكم انا حنان كانت هذه اخر مكالمه بيني وبين الوالده ديالي بزاف منكم غادي يلوموني وغايقولوا لي انت قاصحه ولكن ملي غتسمعوا قصتي غتعرفوني بانني مظلومه مظلومه فوق القياس واسمعوا القصه من الاول انا ولدتني ماما حتى دارت 40 عام ماشي ما كانت عاقره ولا ما تتولدش ولكن كانت والده ثلاثه ديال الاولاد كبار عزتني انا كانت فرحانه بيا غطر بالفرحه عرفتو بنيته على ثلاثه ديال الاولاد شي حاجه كبيره كانت مهلية فيا تتقرني في احسن بلاصه تتلبسني احسن حاجه وحتى بابا كنتي تيحمق عليا وحتى خوتي كانوا غيها عليا اللي تخرجني، اللي تيهزني اللي تيجيبلي الحلوى عشت واحد طفولة زوينة معاهم حتى السن ديال تسع سنين صافي وهي تغير لي الحياة ذاك الشي اللي كان كله حب بالنسبة لي ولا خوف مني تخيلوا كل شي خايف مني بحال انا ما عرف شنو غندير ليهم في ديك الاسره مع العلم انني كنت مربيه ومثبته وضريفه وبعقلي ولكن هكا كانوا خوتي غير حاضيني حيث انا كنت فاخره وزوينه تيخافوا لا نخرج برا ويتبعني شي واحد واخا عندي تسع سنين واحد الجمله كانت مع في مخي وحضي بنتك راه لقاوها في شي بلاصه ولا شي واحد تيشوف فيها مشات فيها عرفتو هاد الكلام كنت يخلعني ما ماما كنت فاهمه والو علاش تيديرو بحال هكا ماما كانت خوافه تتموت من خوتي بالخلعه اما بابا ما تتقدرش ترد الهضره قدامه داكشي علاش ولات تعطيني انا الدرك حاضياني تديني وتجيبني للمدرسه في الاول كانوا دايرين لي ترونسبور ولكن لا قالت لي نديك ونجيبك ما خاصني صداع مع خوتك ايوا عام على عام بديت نكبر لحقت للسابعة وهم وهما يجلسوني في الدار وتخيلوا يا خوتي علاش يجلسوني قال لك حقا العار ديك الساعة عندي تقريبا 12 عام تلتاشر عام من ديك الساعة وانا جالسه في الدار ملي ولات عندي ستاشر عام وليت عاطيه العين اللي شافني تيحمق عليا تمنعات عليا الزنقه تخيلوا ممنوع نخرج للزنقه مع ماما وتيبقاو يغوتوا تيقولوا لي الا بغيتي تخرجي خرجي بوحدك خلي البنت في الدار بحال السجن وصافي ايوا انا ساكته وراضيه بالواقع ديالي حيت ماما كانت تتبقى تقول لي شوفي اما خاصني صداع بابا كره صعيب راه تخرجي عليا حتى انا خوتك راه صعاب ديما هدي هي الهضره ديالها خوتك صعاب باباك صعيب الا كانت ماما غاده عند خوالاتي ما تمشيش معاها علاش حقا خوالاتي عندهم الولاد وانتي غدي البنت ونخاف لا تطرى شي حاجه اه يا ردي بالك احنا راه مسؤولين والله طرات ليها شي حاجه ما رحموك تخيلوا هذه الهضره اللي كنت نسمع ديما بحال انا ما نعرف اشنو من حسن الحظ 16 عام جا واحد خينا مصيط معيط من الخارج خطبني ما فكروش عباد الله ما البنت عندها 16 عام وهو عنده 34 عام تخيلوا فايتني ب 18 عام بغاو يغبروني بغاو يتهناو مني في شهر كنت دايره العقد داخل لواحد العالم غريب ما عندي حتى تجربه ما تنعرف حتى حاجه حتى داك الخروج اللي كانوا تيخرجوا البنات وتيعرفوا تيهضروا مع بعضياتهم تيتكلموا وحده تتفهم وحده والو وحتى من الام ديالي باش تفهمني وتعرفني بزاف ديال الحوايج كانت خايفه لتعرفني تعرفني بزاف ديال الحوايج ونصدق دايره شي فضيحه هذه هي الفكره ديالها صافي شي طرحت عند السيد ما فاهمه والو بنت عندها 16 عام ما فهمت حتى حاجه ملي تيبغي يقاسني تبدا نغوت تنتفكر غير خوتي اش كانوا تيقولوا تنسى انني راني مزوجه وراني دايره ديال العقد ديالي عرفتي ركبوا فيا الرعب ايوا صافي ملي تزوجنا بقى معايا واحد الشهر في حالاته حتى يصايب لي الورقات ديك الساعة عاد بدا الزيار ديال بصح السرجم ما تنطلش منه والو ممنوع عليا الزنقه تقول لي, الزنق. لي خوتي حتى يجي راجلك ويخرجك ايوا بقيت بحال هكاك حتى جا في الصيف ملي جا في الصيف فرحت بقيت نقول الحمد لله غادي نتنفس صافي مشينا انا وياه للشمال وجلسنا تماك فواحد الدار وانا نتفاجئ بان راجلي مدمن على المخدرات والاكثر من هكا هو انه تيقول لي تكمي معايا انا ما عارفه والو وما نكذبش عليكم كنت مزيه مزيّرني وضغطني بزاف ملي لقيت راجل بحال هكا الدنيا عنده هانية قلت له زيد اللي ليها ليها ايه بديت نتعاطى المخدرات صافي التبليت لو ديك المدة اللي جلس معايا في الشمال تقريبا شهر ونص كل نهار كل نهار تنتعاطى فيه المخدرات من اللي تنفيق انا وياه تقولو كنت معلمه داكشي تعرفني باي حاجه تقول لي هذه لا تصلح وليت تنعرف الاسماء ديال المخدرات مشى هو في حالاته ما كاين لا وراق لا يديك لا يخليك هاد الزواج كله غنجيبو لكم من الاخر غير تبليت فيه تبليت بالمخدرات صافي سيد ممنوش خايب في الافكار ديالو غير مسؤول تيتعطى المخدرات ها هو خرج عليا ما بغى يدير ليا وراق ما بغى يدير ليا والو بقيت معاه المده ديال 3 سنين 3 سنين وليت اش غنقول لكم اخطر وحده في المخدرات وفي التعاطي ديال المخدرات صافي من بعد بداو تينوضوا المشاكل بزاف تفارقنا اشنو جبت من هاد الزواج جبت غير الادمان وتخيلوا معايا انا اللي كنت داخله سوق راسي وبقى صغيره وما تنعرف حتى حاجه كانوا خوتي منوضين عليا الحيحه كي غيديروا دابا معايا اللي وليت مدمنه على المخدرات وإلا ما تعاطيتش ليهم نقدر نقلب عليهم الدار كامله ايوا رجعت لدارنا بحال شي قنبلة موقوته اي واحد غادي يهضر معايا غادي نتفرقع في وجهه نتوما عارفين المخدرات تعيا ما تضرق وتعيقوا تيعيقو بكم مولين الدار الواليده مسكينه صدمات صدمات من اللي عرفتني تنكمي وتنتعاطى جميع انواع المخدرات ديك الساعه كانوا عندي الفلوس من اللي تنتقطع تنقول ليها دابا تحضري ليا الحشيش دابا تحضري ليا الكارو دابا تحضري ليا اي حاجه بغيتها تلبس جلابتها مسكينه وتتخرج تقلب على مالي الحشيش في ما كاينين انا تنعتها تنقول لها لي جيبيه ليا تجيبو مخزون وتتعطيه ليا حيت الا ما دارتش بحال هكا غتنوض ليها الفوضى في الدار انا ما كنت باغا لا باغا غير نكمي ونتكا انا كاع ما كنت مولوعه بداك الزناقي وبالدوران وب... لا لا, لا. ايوا تتخرج الواليده كما قلت لكم ولا تعرف البياعه ولا تتعرف مالي الحشيش مالي الطيطاي كل شيء ولا تتعرفه اخوتي ما سايق خبار عرفت الا ساق الخبار غيقطعوني طراف ايوا شنو نقول لكم داك العام تزوجو خوتي زوجو جوج ديال خوتي وسكنو بعاد علينا شويه تنفست حتى نقول الحمد لله اني بقى معنا خويا جلاخة خويا مصطفى تيقول بلا طير ولا نطير انه قد ما تيحملش البنات بصفه نهائيه ملي تيجلس وهو تيعاير غير دوك البنات اللي معريات ودوك البنات اللي خارجات ودوك البنات اللي فاسدات من بعد هاد التجربه ديالي اللي عنده البنات ويسد فمو وما يعرف ربي باش غيبليه وملي تيفيق وهو يعاير في بنات الدرب كاملين فلانه تتخرج مقزبه فلتونه ما دايراش الحجاب بنت فلان ما تسواش واتقى الله وربي راه قادر يبليك في هاد اختك اللي ربيتيها تحت المخده وهالنتيجة النتيجه ربي بلاني ايوا نكمل لكم قصتي بقى داك خويا مورززني واخا ملي تيخرج تنسلت تنمشي نتلاقى مع الدريات ومع الدراري اللي تيكميوا تنجلسوا في القهاوي دوك القهاوي اش نقول لكم ديال الحشيش حالتهم تيطرا فيهم المنكر تتبقى ممسكينة مسكينه معذبه تنجي تلقى نصها كله خارج من السرجم تتسناني هي صراحه خايفه على راسها ما خايفه عليا انا الوالد كان تيمشي للجامع تندوز بعد المرات من قدامه ما عنيش تنقول الحمد لله هذا النهار داز على خير وبخير تنكون في الدار ما تيشوفونيش بصيفة نهائيه غا دعلي عليا واحد البيت تيقولوا لي تي فين تحنان شنها غادره تقولي ما خليوها راه عيانه راه ترتاح و لا تخرج تعاونك تقولي لهم خليوها وانا اصلا ما تنقيس مع ماما الكاس غير مجبده والتليفون والتلفازه حتى داك الحشيش صراحه تيخلي الواحد بحال يلاوي لاوي ما تيبقى عندك حتى هدف في الدنيا تتولي باغي ترتاح ايوا جداز على اختكم حنان صافي واحد اللحظه هو يتزوج خويا مصطفى تزوج وجاب المراه للدار وهذيك هي التورزيزه الكبيره من اللي جاب مراتو للدار فاطيم الزهرة يا خوتي ناري هاد فاطيم الزهرة خرجت فيا وش دوزت عليا أول ما دخلت أول ما دخلت عرفتني مبلية تخيلوا كي دارت الله أعلم أنا عقت بيها قلت أجي حنان في عوض ما تبقى شادة القضية في راسها وتمشي تبرقك بيا لشي حد أجي نتصاحب معاه فعلا صاحبت معاها وليت نكمي قدامها وليت تندير كل شي قدامها هي كانت معايا بخير في الاول عرفتوا العروسه متى تدخل في الاول تتكون ضايفة. غاد غضربت معنا واحد العام وهي تقلب علينا اول حاجه دارت هي فضحاتني فضحتني واحد لفضيحة كبيره صافي جاو خوتي قالوا لخويا تا نجلس معاك وحده حشيشيه تخرج علينا ديك الساعة الواليد قال لهم كيفاش تخرج عليا شكون قال لكم بنتي حشيشية قالوا له فاطمة الزهرة عايشة معاها وهي اللي عاودت ليها ديك الساعة نكرنا انا وماما نكرنا ما بقيتش تندور الحشيش في الدار صافي هي تبرد القضية درنا بحال اللي راه مرت خويا خايبة وبنت الحرام وما تسواش وهي بالصحراء راه بنت الحرام وما تسواش فضحاتني وصافي بردت القضية شي شهر كل شهرين قضية كالمات ديك الساعة توفى الوالد كان مسكين عنده السكر وطلع له السكر هو يتوفى ديك الساعة حسيت براسي وبحال تلابسي كنت وتعريت عباد الله واخا ما كنتش مفاهمه معاه حسيت بان خوتي الدياب غادني يفرسوني فريس وداك الشيء اللي كاي غير مات الوالد بواحد الشهر ولات ماما ترعد غاب وحدها داك الخوف اللي كان عندها من الواليد ومن خوتي وزاد وولات تتحس براسها بحال اللي هي براسها راه زايده عليهم ما تتقدرش تقول تا خايفة منهم ما عرفتش انا لاش الوالدة عاشت عمرها كله خايفة من خوتي وخا انا سما بلا بلابية بلا انا هي تتخاف منهم ما عرفتش لاش وهما تا هما دايرين داك الدور اللي هما تيحكموا في الوالدة فهمتش هما ما كانوا تيعطيوها لا فلوس ما مهلين فيها ما تيكسيوها يا ربي واحد نهار مع راسهم ومع عيالاتهم ومع ولادهم كان عندها لاغوطريت ديال الوالد بخير ملي كان عايش كنا بخير وملي توفى بقى ليها ديالها بخير ما عرفتش شنو هو السبب اللي مخليها تخاف من خوتي واش حيت كانوا مخرجين نيابهم هذاك الشيء علاش ومن بعد ملي وليت انا عندها في الدار ودايره لي هذه الكارثه ولات مسكينه هازة الحمل ديك الساعه ملي كبرت شويه وخوتي حتى هما يا ولا كل واحد مدهي في راسو النهار اللي تيكونوا جايين يجمعوا في الدار تتقول يا أخوي. تخيلو فينغا فينغا تقول يا خوي تخيلوا تنخوي فين غنمشي فينا داركم ملي تقول لك امك اخوي حيت خوتك غيجيو وعيالاتهم وولادهم فين غتمشي انت اولا فين غتمشي انت فين غتمشي يا عباد الله غتمشي للمصائب الكحله كيما كانت غتمشي تلاح عليها غتمشي للعافيه تلاح فيها كيفاش خوي انا شكون انا وشكون هما انا تبليت بسبابكم تبليت بالضغط ديالكم بلاني واحد لحتوني عليه ما عرفتوش تا شكون هو وكبير عليا ب 18 عام عباد الله كي غندير نعيش معاه كي غندير نفهمو كلو بلاوات هاش نوجبت جبت منه واش انا عندي شي ذنب انا راه من نبعد ونقول له لا وما قدرتش وما تنكحب ولا تصوروا الجلسه ديالو ديال المرأة وراجل هي بالمخدرات بلاني شنو نقول لكم عليا انفعلت لان هذا الشيء اللي تندوز فيه دابا دابا حاليا راه تيخليني نفاعل انا دابا مريضه مريضه وبزاف خليني نكمل لكم القصه باش تعرفوا المرض ديالي والحاله ديالي وفين وصلت ايوا فين خليتها لكم خليتها لكم ملي كانت الوالده تتقول لي خرجي من الدار خوي الدار خوتك جايين ما تغينا صداع تخيلوا أخوتي والله العظيم الا تنبغي ننسى هاد القضيه هادي ولكن الغالب الله هاد الكلمه هادي ما بغاتش تبعد مني تتقتلني كيفاش امك تجري عليك واش هاديك ماشي داركم واش هي ماشي امك را بزاف المرات تنشك تبقى نقول واش الوالدة بصح انا بنتها بنت هاد الراجل اللي توفى ولا ربيبتهم جايباني من شي قنت ولا تيدخلني الشك علاش هما اه وانا لا حيت زعما فيا البليه وهما راه ما عارفين لا بليه لا والو ولكن الوليدة ديالي اللي لاحظت فيها هي انها كانت تتخاف من المشاكل ما تترضاش قدام الجيران وقدام العائلة المهم أنا هو كبش الفيدة أنا هي السهله خرجي بسم الله وهي من الاحسن من الاحسن حيت انا بزاف د المرات كنت نكون في الدار وهما تيجيو تاينوض الصباح عرفتو عيالاتهم واو 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 كي دايرين تيبغيو يعرفوني انا اشنو تحت راسي وانا بعد المرات تنكون مقطوعه عرفت ملي تيهضر معايا شي واحد راه نقدر نضرب نقتل بزاف د المرات كنت ندابز مع عيالاتهم وهذا علاش الوالده ديالي كتقول لي اخوي كتبغي تدوز ديك الايام معاهم هانيه في مخها وحتى هما ما بقاوش تيديوها فيا ما بقاوش يقولوا فين هي حنان علاش خرجت حنان فين باتت حنان لا صافي حنان عوضوها العيالات ديالهم وعوضوها ولادهم وهنا ونينيت هما اصلا غير خوتي انا الحنان بغيتو من مي اما خوتي ما عندي ما ندير بالحنان ديالهم ايوا المصيبه هي ملي جا خويا الاخر سكن معنا في الدار ديك الساعة الوالدة تزيرات ولات تتسلف الفلوس وتعطيني باش نسافر نبعد نبعد من بعد تتقول غيخرجو يمشيو لشي قهوة غيلقاوها جالسة تتبغيني نخوي المدينة كاملة وانا يا ربي تعطيني غير الفلوس ونخوي المغرب كله وفعلا وليت تنخوي المغرب حيت هي الوالدة بغاتني نخوي المغرب ولات تمشي لعند خالاتي تسلف من عندهم تدير دارات وتعطيني باش نخوي البلاد تمشي لتركيا ولا شي دولة هكا اللي ما فيهاش الفيزا دغيا دغيا انا مع تتعرف اختكم ما عندي لا دراع لا والو تنمشي تنتلم على شي كليكة حتى هما تيكونوا كثار مني تنبقى معاهم حتى تنخسر فليساتي تقولوا لك باي باي تنقول لهم باي باي ترجع عاوتى آه تبدا تقلب منين عتسلف باش ما تخلينيش معاها في الدار بزاف منكم غيسولني غايقولوا لي وانت علاش ما تصلحيش راسك كبرتي وعيتي وعرفتي غنقول لكم اخوتي اللي تبلى من اللي عنده 16 عام حتى ولات عندي 29 عام صعيب صعيب باش يضبط راسو وهكداك اختكم حنان حاولت تضبط راسها عرفت بيني وبين الله وليت نصلي وبقيت تنقول عمر هاد البلا ما غنحطو في فمي مازال وبقيت المده ديال عام عام وانا داخل دا سوق راسي ما عندي حتى مشكل بحال اللي تقولوا قطعت البلا كله ما تنطلق مع حتى واحد يقدر يجرني لهذه المصيبه ولكن ربع المرات الناس اللي تقول حبابك وديالك ووالديك وقراب منك تيدفعوك واحد النهار تجمع خوتي بس داك النهار ما كانت تا مشكل تنشقى معاهم في الدار ضاحكه ناشطه ما كاين حتى مشكل وحد اللحظة خاصهم الربيع شكون اللي يجيب الربيع شكون اللي يجيب الربيع حانا نجيب الربيع خديت الفلوس ولبست جلابتي ومشيت نجيب الربيع انا جايه تلاقيت مع خويا فين غادة؟ قلت له غدا نجيب الربيع قال لي ما كان خارج كون عطيتوني نجيبو قلت له ماشي مشكل حتى دابا انا غنجيبو وغندخل للدار بقيت ينقنق ما تيقول ملي دخل للدار قال لمراتو على نتوما ما تقدروش طيبوا بلا ربيع قالت له لا نطيبوا بلا ربيع وريني راه اختك اللي تطير بغات تخرج تجيب الربيع انا سمعت هاد الهضره ما صبرتش قلت كيفاش تنطير يا نتوما اللي بقيتو تقولوا شكون يخرج شكون يخرج قلت لكم انا نهنيكم نخرج ايوا هو ينوض ليا بواحد اللسان اش غنقول لكم بحال القادوس ما فيا غير اللي ينسى. صافي نوضنا قربالة أبدات البون يا نايدة كالعادة شدتني الوالدة شدت واحد الصاك دارت فيه شي جوج بيجامات ولحت لي على وجهي قلت لي خرجي ها واحد العار ها واحد العار خليني ارتاح خرجت خرجت تعبت الله خرجت فين غنمشي غنقلب على شي حتى نعرفه على شي بنت تنعرفها وانا اصلا شكون كانوا صحاباتي كلهم تيتعاطاو ايوا كملوا من راسكم بعدك داك الظلم اللي تعرضت ليه وديك العصا اللي كليت و... وداك الصاك اللي تلاح ليا على وجهي و... قالت لي سيري خرجي خليني ن... نرتاح مع ولادي ومع عيالات ولادي من ديك الليله بديت نتعاطى عاود اي 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 اش غنقول لكم وشنو داز على هذا الراس بقيت المده ديال شهر وانا غايبه عليها صافي ديك صاحبتي تخاصمت انا وياها واصلا هي اللي تتشري ليا كل شيء عيات ما لقيت فين نمشي جلست عند واحد خالتي بقيت جالسه شويه واحد ولدها بغا يدير فيا ما بغا وهنا ما كدبش عليكم واخا كنت نتعاطى المخدرات ما كانش فيا الفساد صافي رجعت رجعت للدار وقفت حدا الحانوت وصيفطت واحد الولد للدار قلت له كلم لي الوالده جات عندي تجري ياك لاباس مالكي خوتك صحيح كانت هذه الكلمه ديالها خوتك 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 خوتك, خوتك. كرهت خوتي كرهتهم عباد الله كرهتهم قلت لي شنو بغيتي قلت لها بغيت نغبر وجهي من هاد البلاد قلت لي وارجعي فين كنتي وانا غندبر لك الفلوس صافي مشيت جلست عند خالتي تصوروا داك ولد خالتي اغتنم فيا الفرصه حيت راجعه عنده وتصوروا تتوصيني تقول لي ما تعاوديش لخالاتك ورا باينه شنو ما نعاودش لخالاتي ورا باينه عباد الله باينه انا تنتعاطى المخدرات وباينة انك كنتي مجريه عليا وباينة ان خوتي ماشيين في الدار هما وعيالاتهم وولادهم وانا برا شنو ساتره علاش الوالده عشتي عمرك كله وانتي خايفه من خوالاتي ومن عماتي ومن الجيران وضيعتيني انا علاش شنو استفدتي دابا منهم هما يلا غوتي عيريهم قول لهم اختكم هادي عندها حق في الدار في ما تضربوها اجي ونعاونوها تبعد من هاد البلا حنوا عليها ربما ناقصها غير الحنان انا سميتني حنان وعمرني ما فهمت شنو هو الحنان عرفتوا الا كملت غادي نبقى نبكي لان فعلا حكايتي وقصتي تتخرج الدم من العينين ماشي الدموع ايوا نكمل لكم جمعت الفلوس بالزربه ما عرفتاش كي دارت ليهم جابت ليا جوج د المليون قالت لي ما نشوف وجهك صافي هزيت دقه لتركيا المهم بلا ما نعاود لكم الاحداث ديال تركيا وشنو داز فيها والمعاناه وتمار الكحله تلاقيت مع واحد الولد داك الولد كان حتى هو مدمن بالمخدرات ولكن دابا عفا عليه الله قال لي غادي نساعدك كوني هانيه غنوقف معاك حتى غتبعدي من هاد المصيبه هادي داك الولد مغربي ضعيف بزاف ولكن الوقت سبحان الله العظيم هي اللي خلتني نبعد من المخدرات بلا ما يساعدني هو هو اه فتح ليا بيتو وشاركني في ماكلتو كان مهلي فيا بلا ما يمشي بالكم بعيد ما كانت بيني وبينو حتى حاجه كو كانت الظروف سمحات تقدر تكون بيني وبينو شي حاجه ولكن الظروف ديالي كانت قاسيه عليا لدرجه انه شادني معاه سبيل الله حن عليا أول مرة تنعرف شنو هو الحنان من واحد الإنسان غريب علي عرفتو أخوتي شوق علي أمرت أمرت واحد المرضى خايبة وهو اللي داني عند الطبيب وهو اللي خلص عليا كل شيء ومن بعد سكانير وتحاليل وصداعات لقيت بان عندي الكونسير وفي حاله متقدمه الطبيب منع عليا كل شيء وانا ما بقاش عندي القدره باش ندير شي حاجه صافي عرفتوا الانسان ملي تيمرض وسيرتو اللي تي ملي تيعرف ان عنده الكونسير تيزيد يمرض وتزيد حالته تدهور صافي قطعت كل شيء لان الشيميو الأدوية صافي تحدات ليا تا واحد ما عرفني من العائلة ديالي أنني مريضة أنا باقي اتصال بيني وبين ماما ولكن ما قلتهاش ليها بقيت المدة ديال عام اتصلت بيا وقالت لي توحشتك بزاف حيث كنت واحد المدة ما هدرتش معاها كنت مريضة ونعسة في السبيطار قلت لها حتى توحشتك اول مره تنحس بداك الحنان ديال الوالده ديالي قلت لها ما كرهتش نكون دابا معاك قالت لي غير بقايا بنتي تما من الاحسن حسن ليا وليك عرفت اخوتي هاد الكلمه شحال جرحتني وانا في هذه الحاله ديال المرض كنت نتمنى كون غير قالت لي اجي يا بنيتي نعنقك كنت نتمنى كون قالت لي توحشتك وبغيت نشدك بيدية. كنت نتمنى كون قالت لي نخلص عليك عاود الطياره كيما تتخلصها عليا متى تكون قايله لي سيري 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 كنت نتمنى تقول لي اجي اجي يا بنتي كل شيء غيكون خالص بغيت نقول لها راني مريضه راني بغيت نعنقك بغيتك تواسيني بغيت نحس بمي واقفه معايا واخا المرض تياكل فيا ولكن بغيت نحس بالامان ديال الاسره كنت بغيت نقول ونقول ونقول وش لا ما يتقال ولكن مع من هي إيه تدوي معايا ومخلوعه خايفه لاخوتي يحصلوها بحلي تدوي مع شي واحد براني وانا بنتها صافي قطعت معاها الهضره ولكن من بعد من اللي حسات بتانيب الضمير وحسات بانني ماشي عاديه وشي حاجه عندي حيت كما كان الحال هي ام والقلب ديال الام ما تيكذبش عاودات اتصلت بيا وقالت لي توحشتك وبغيتك تجي بغيت نشوفك اجي واخيرا نطقات بهذه الكلمة هذه وهذا هو السبب علاش قلت ليها أنني غنجي ولكن غنجي في الصندوق هي ما فهمت والو سحبت ليها غير داوية سحبت ليها غير كامية الحشيش وضايخة ولكن أنا أول مرة تنهضر معاها هضره ديال المعقول أيه الأعمار بيد الله ولكن الأطباء أكدوا لي بأنني في المرحلة الأخيرة ما بقى حاجة تتقضي فيا لا أدوية ولا حاجة تنتسنى ساعتي واش هنقول لكم هذه هي آخر مكالمة مع ماما ما بقى تنتصل بها ولا تنهضر معها غير أنا تنتسائل عندك إخوتي كاع ما يرحبوا بيا ملي نكون جايه في الصندوق عندك يقولوا لماما عاوتاني علاش غتضربي التماره والمصاريف صافي ماتت في مكان تدفن ايه وش غنقول انا دابا تنعاني مع المرض تياكل ياكل فيا لقيت هذا الولد الله يعمر له الدار بعد المرات تلقاي خوك ولا اختك اللي ما لكمك انا لقيته في هذا السيد هذا عاونني وساعدني وباقي تعاونني ايوا هذه قصتي وهذه هي حكايتي مع امي ومع با ومع خوتي ومع عيلة خوتي ومع المرض شكرا على الاستماع ديالكم وتسناوني في قصه جديده وبسلامة عليكم